معنا سورة الأحزاب إن شاء الله تكرار. خلينا نركز على سورة الأحزاب إن شاء الله باش نلقاه واحنا جاهزين إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة في حصة الاختبار. أي نسى بس أنا عايز كل مرة واحدة. أي مو كل حافظين على الأمة. طيب من ولا من؟ باهي برشا. باهي. نمشيو مع رقم ثلاثة. سي ميلاد سورة الأحزاب. ماكش حفظها؟ ما رجعتش بالله ما حضرتش. طيب نمشي مع سي عبد الرزاق النفسياي 16 موجود. هاي تفضل سي عبد الرزاق. هاي هاي سي هاي تفضل. من اول السوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله. مد مليح. يا أيها النبي اتق. مد أربع حركات. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر. تطيع الكافر. تطيع الكافر الكسرة. أي. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. أي. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله. تقرأش بخيشومة عبد الرزاق. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هاي ركح حمي مش ما يخليه العباد تركز. هاي نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي مد عاد عاود وما جعل هاي وما جعل أزواجكم اللائي لا لا اللائي الهمزة ما هيش ممدودة اللائي تظهرون ما تمدش الهمزة وما جعل أزواجكم اللائي ما تمدش يا سي عبد الرزاق اللائي المد حد هنا اللائي إيتا فيش مد الهمزة تظهرون يلا تظهرون منهن أمهاتكم امشي وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو السبيل. أي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أي. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت أي ولكن ما تعمدت قلوبكم والله وكان الله غفورا رحيما كافي شكرا سنور الدين أي 33 أي تفضل النبي أولى أريتها الهمزة الثانية بدلها واو النبي أوى النبي وأولى النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم وأزواجه أمهاتهم أي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يا أيها ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا كافي سنور الدين بارك الله فيك احسنت الله ينفع بك شكرا برشا غيابات برشا 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 غيابات الله المستعان رقم 6 سينيزار تفضل أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا هو وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كافي بارك الله فيك أحسنت جيد بارك الله فيك رقم 8 سي وليد تفضل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ضرا
من أي إشخال هو؟ لا، قل من ذا الذي، ركز. من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لقد كان زلت آية وكان ذلك على الله يسيرا. لا يحسبون الأحزاب، لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادوكم في الأعراب. لا يحسبون، عاود يركز، يحسبون الأحزاب، أقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. كافي كافي، بارك الله فيك، كافي كافي. سيدي سي عبد العزيز تفضل. نعم هاي، لكن فلا مرقع، أشحة على الخير مرقع. أي نعم، وقفا ووصلا هذا يعني. أي نعم، وقفا ووصلا ترقيق. نعم قول سيدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله ليجزي ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نعم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما قريتها ثانية. وكان الله على كل شيء قديرا. كافي بارك الله فيك، شكرا. أوكي غفورا رحيما وكان الله بعد على كل شيء قديرا. نعم سي معز الغربي عشرة تفضل. يا معين يا الله.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يقنط ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كافي، شكرا، بارك الله فيك. رقم 29 هنا رابح، تفضل. ماكش نحضر بالباهي، عندك أسبوع تحضر سيدي إن شاء الله. طيب سي منصور 25 يا مهين يا الله. السلام عليكم. السلام. تفضل. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن أظهر لهم الخيرة من أمرهم. أي نعم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا. وإذ تقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان امشي
وكان أمر الله مفعولا. كافي، شكرا، بارك الله فيك. أخونا أيمن 39. يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلي. ما كان على النبي، لا ما تمدش، ما كان على النبي، النون مش النبي، مديتها شوية النون، لا غنها فقط، هاي عاود. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، فرض الله له، فيما فرض الله له. واصل. سنة الله الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. واصل. نعم. الذين يبلغون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إلا الله. إلا الله. مش إلا إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. لام لولانين تاء اسم الجلالة مفخمة. إلا حد هنا الترقيق. إلا الله. إلا الله. امشي. وكفى بالله. وكفى بالله حسيبا. واصل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. رسول الله. ولكن رسول الله. مش رسول الرسول، هنا ترقيق. اسم الجلالة كله مفخم. رسول الله لله. ولكن رسول الله. رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اي نعم. وكان الله بكل شيء عليما. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم. وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، مش النبي، متمدهاش النوم، غنها فقط. يا أيها النبي، لا باقي النبي، نا صارت ممدودة. يا أيها النبي، 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 غن فقط. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله. إلى الله. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله من الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله. مش وكفى، وكفى بالله، ما تمططش الحروف. وكفى. وكفى. وكفى بالله وكيلا. كافي خونا أيمن، بارك الله فيك، الله ينفع بيك، ربي يفتح عليك إن شاء الله. رقم 28 أي سيدي ياسر، تفضل. أبي ماكش حاضر هكا تو. فنان قريدة صعيب هذا سيدي، ها الله المستعان. طيب سيبو جمعة، تفضل يا سيبو جمعة. عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل فما لكم عليهن من عدة
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هاي. أيها النبي جيب لولا مضمومة محققة. النبي أوي أوي مش النبي يوي أي جيبها همزة قطعية مضمومة. النبي أوي أوي النبي أو جيبها محققة ومضمومة. مش لك لك أزلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. صحيح. وما ملكت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك واصل. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. نعم. وامرأة مؤمنة أظهر التمين. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد للنبي إن بين الهمزة القطعية إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أي عود لنا وامرأة مؤمنة. يلا انتبه الهمزة. مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. لا عاد قاطع كما قريت من اللون. عاود. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واصلين. قد علمنا ما فرضنا عليكم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. كيف يعطيك الصحة. بارك الله فيك. سر رقوبي تفضلي. أي. هاي 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 نعم سن انتبهت ليش انا هاي نعم. بارك الله فيك. تفضل. ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. والله صحيح والله يعلم ما في قلوبكم إن وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكان لا مثيلا ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. نعم. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي
أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هي كمل الآية. قد علمنا لا إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. كيف حسن ما شاء الله عليك جيد. سي كريم السردوكي 18 تفضلي. الجاي نتاعك لا تنبه بخير. هاي بقصي هاي قل لا جناح عليهن. سهل عليهن فيها كل الآية الأولانية صعيبة من بعد إن الله وملائكته يصلون عنه سهل مو صعب. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي نعم. يا أيها إن الله وملائكته إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صحيح. وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اخرس من بشرك لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي نعم. يسألك يسألك كافي كافي هذيك الصفحة نتاعك يعطيك الصحة ثبتها بالباهي وبارك الله فيك. سي زياد تفضل رقم 11 تفضل. أي أخذوا أي مفصولة أي كيف نقف على أينما كيفش نقف صحيح أينما أي هذه موصولة نعم موصولة أينما نعم إذا هي موصولة أينما
قوله. يسألك الناس عن هذا اللي أشار ابن لحظة هذا اللي أشار ابن الجزري في المقدمة من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هاي يسألك الناس قوله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك. سنة رقم 19 تفضل يا شيخ. نعم. قل ترجي من تشاء منهن. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أي. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. احنا نطبق فيها يا شيخ الآية هذه احنا يستدعوه باسمي يتعشى يقول لهم اقعد ونزال التاي جابوا لنا التاي ها يجيبوا له التاي يقول اقعد نزال الغلة ما جابوهاش يجيبوا له الغمل يقول وقعد خلينا نشوف واش باش يجيب فماشي حاجه اخرى طبقوها احنا الايه هذه ايوه قول سيدي يمشي هاي. ان ذلكم كان يؤذي النبي افيستحي
تمشي. والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. كيف؟ بارك الله فيك، شكرا. سي صفوان تفضل. 15 الصفحه اللي بعد. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. نعم. ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساء يا شيخ. ما شاء الله عليك، احسن، ممتاز. اخونا الاسعد تفضل. ما شاء الله، لا ما شاء الله عليك حتى انت، لا ما شاء الله. بارك الله، تفضل. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. نعم. خالدين فيها أبدا، وكان خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. نعم.
نعم. ربنا آتهم ضعفين. نعم. أظهر ربنا مين. آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله وكان مما قالوا برأه الله من مما قالوا عودها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا نعم. وكان عند الله وجيها أي نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نعم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أي نعم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أي نعم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أي نعم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أحسن الله إليك وبارك الله فيك أي خنا حاجة فضل يا شيخ أي نعم حاضر حاضر لا أنت تستاهل يخدم في خدمة ما شاء الله لي. مراجعة وتكرار بعد العصر بعد الصبح خدمتك ما شاء الله خدمة صحيحة اجتماع حالات ياما خمسة مرات ونعدي أنت تبارك الله يا أخويا بعد العصر وبعد الصبح خدمة هذيك هو القرآن يزمك تخدم أي نعم آية الشيخ قول من قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هاتان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم أي نعم وما جعل أدعياءكم أبناءكم نعم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم أي نعم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بلا رقص بلا وأولو الأرحام بعضهم أولى بلا بلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خلق الباء يا شيخ ربك من الأحكام مش ما نقعدوش نسجلهم وإذ أخذنا من النبيين
الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كيف يا شيخ بارك الله فيك الموضع الثاني من قول الله عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نعم فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين نعم قد علمنا ما فرضنا عليهم عودها قد علمنا مرة ثانية قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك نعم ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه
50 لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه وما كان لكم أن تؤذوا عودها وما كان, وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا نعم. إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك كيف صلى الله إليك وجزاك الله كل خير آخر آية اختم بها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا حفظي ماهوش هو جربوها بالتجربة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشوف النتيجة متاعها اللي عنده مشكلة في الحفظ يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسهل الأمور بالتجربة فبالتالي لابد من الإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربي يبارك فيكم جميعا إن شاء الله الأسبوع القادم السبت الاختبار متاعنا وكبش نحدوله الوقت نحدوله الوقت مش يكون من العشرة متاع من الثمانية متاع الصباح للعشرة متاع الصباح من الثمانية للعشرة فقط ساعتين هذوك نشكل نتجمو بيه علاش عملنا هذا ساعات المحكم يجي وقد يستنى يجي من الثمانية يبدأ يستنى حتى الحداش بتاع الصباح تعدى ساعة كان ونص ساعة وإذا القاعد يستنى ما تم حد مش نعمله توا اختبار هاو كاو من الثمانية للعشرة ساعتين كل واحد ناخذ معه 12 دقيقة مش تلقى برشا محكمين ما نعطلوكمش من الثمانية للعشرة بعد العشرة ما تمش اختبار يجي بعد العشرة ما يلقى حد تفاهمين ساعتين نخدمه بالله إذا لعنا أسبوع ربي يوفقكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مرحبا